بيب. بهذا الفيديو راح احكي من ناحية تحليلية نقدر نقولها وتاريخية بحتة بعيدا عن العواطف والمشاعر الإنسانية، بس دا اوضح هاي النقطة قبل ما نبدأ ايش بالفيديو. هاي النقطة النقطة. السلام عليكم، جبتت على اليوتيوب بس ما تبي نفسي يوتيوبر. واليوم خلونا نحكي عن ليش او شنو اصل ان المرأة هي تعتبر شرف الرجل وعرضه بالمجتمعات العربية بصورة عامة تقريبا. طينا انترو. قوموا ولج وين التبسي؟ ها؟ عسر اجيبي لي بيبسي، غسلي لي كل الملابس. اوكي، القصة تبدي من البدو قديما وتحديدا في منطقة شبه الجزيرة العربية. واهم صفة كانت بالبدو هي النزعة العصبية والمبالغة في السعي للكمال والغلبة، وانه يكون الغالب والافضل الاحسن بكل شيء، الاحسن بالكرم، الاحسن بالقتال، الاحسن بالحرب، بالشعر، الاحسن حتى بالسطو، انه يهاجم قبائل ثانية ويهجم عليهم، وهذا يعتبر عندهم فشي كان قوة، مو انه دا يهجمون على الناس ضعفاء. ويعني من المفارقات كانت عندهم ان ممكن تشوف الرجل البدوي يبقى ساعات يعامل محل على مود ينزل سعر شغله، ونفس هذا بالمحل اذا اجاله ببيته ممكن يكرمه باشياء اضعاف سعر الشغله اللي اشتراها، بس حتى يثبت انه هو الافضل بكل شيء، الافضل بانه يشتري وما ينصب عليه ويبيع له شغله غاليه، والافضل همانه بالكرم وانه يكرمه لما يجي ضيف، الغلبه بكل شيء. وهي يعني حياتهم كلها كانوا ممشيها هيك على هذا المبدأ، الغلبة في كل شيء. ومن الشغلات اللي همنا كانوا البدو يريدون يكونون الأفضل بيها هي عوائلهم، كانوا يريدون يكونون أبنائهم وسلالتهم كلهم مثل صفاتهم بالمبالغة بالكرم والشجاعة والقوة والغلبة وأن يكونوا الأفضل بكل شيء. وكانوا همنا واصلين مرحلة بتضريب الأحصنة والخيول، وكانوا يعرفون أنه لما تزوج حصان زين ويا حصان زين راح تطلع حصان زين همنا أو ممكن أفضل أصلا، وكانوا يطبقون نفس هذا الكونسبت على زواج الإنسان زواجاتهم بصورة عامة يعني. وكانوا يحرصون دائما على أنه يتزوجون من نفس عائلتهم أو عشيرتهم حتى يطلعون أطفال نفس صفاتهم بالقوة والشجاعة والغلبة بكل شيء، وأنه وراثة يعني وهاي الشغلات. وهو يعني صحيح لحد ما جينيا، بس أكيد العوامل البيئية وظروف ثانية تأثر، ومن زواج الأقارب ممكن يطلع أطفال عندهم متلازمات وغيرها، بس ما علينا. المهم، ولهذا كان الرجل البدوي حريص كلش على زوجته وبناته وعرضه ويعتبره شرفه، لأنه إذا تزوجت واحد من غير عائلة ممكن يطلع الطفل جبان ويختلف عنه، ما عنده أنه الغلبة والقوة بكل شيء حسب تفكيرهم طبعا. وبما أنه مجتمعاتنا العربية وخاصة منطقة الخليج العربي نشأت من قلب البداوة، فبقت عندها هاي الأفكار والمعتقدات. مرة ثانية أرجع أقول أنا قاعد أحكي من ناحية تاريخية وتحليلية بحتة بعيدا عن العواطف والمشاعر الإنسانية، أنا مو دي. وياكو نظرية أخرى تقول إنه أصلاً السالفة أقدم كلش، من أيام العصر الحجري الرجل كان هو يخاف على المرأة ويحميها تبقى بالكهف، وهو اللي يطلع يصطاد ويواجه المصاعب ويجيب لها الأكل للبيت للكهف كهف، لأنه المرأة هي حاضنة الطفل، هي اللي راح تجيبه فلازم يحافظ عليها ويعتني بيها. عبرنا مرحلة الحلوى المغلفة والمفتوحة، سويتها حاضنة للطفل، المرأة على رأسنا، نحب كل المرأة، هي مش نصف المجتمع بل المجتمع كله فيمينست. ومثل ما عرفنا احنا السالفة كلها مال انه اذا عندك 10 نساء ورجل واحد راح تقدر تصنع 10 اطفال، بينما اذا كان عندك 10 رجال ومرأة وحدة راح تقدر تصنع بس طفل واحد، فالمرأة اقوى من اهم من الرجل في عملية تكاثر وصناعة الأطفال. اشتاحت ما أدري. المرأة أهم من هاي الناحية. لا أرد أقوله. وبالنهاية يعني إيش قد ما إنه شغلة الكرم والنخوة والشغلات حلوة ممكن تكون عند البدو والعشائر، بقد ما إنه بنفس الوقت ممكن تكون إخبال بيها ومبالغة، إنه بس يريد يثبت إنه هو الأفضل وغلبته على الكل، وهو أصلاً ما يريد صدق إنه يكرم أو يساعد، هو بس يثبت إنه هو الأفضل على الكل. بس طبعا يعني اكيد ما نقصد الكل، اكو اكيد نياتهم طيبه وصادقه فبس هاي كان ليش تعتبر المراه شرف الرجل وعرضه عند المجتمعات العربيه بصوره عامه من ناحيه تاريخيه وتحليليه بحته بعد. وطبعا فكره الفيديو والمصدر ما تهمينا، وكتاب دراسه في طبيعه المجتمع العراقي مال علي الوردي، لانه فد يوم كنت ما اقدر انام وقريت هواي من عنده، فقلت ليش ما اسوي فيديو. وبس هاي اذا عجبكم الفيديو تسوون لايك سبسكرايب وشير وشكرا. نسوان الهن حقوق يعني السلطة ما يبقى لي، ما اقدر ازمرتي ولا العب الغالي على الغالي. قوموا ولج فصل حمزي عسر يسوي لي تبسي هارد اسوي عماري دسمه. فقرة هسه صدق انتهى،
استغربت يعني اكو ناس صدق انتظروها وليش ما اكفى راسي انت. بس انا مرات يعني ما عندي شيء اقوله ولا ما عندي شيء اقوله بدون الفيديو، فبس راح نخليها ليش لان اكو ناس انتظروها واحنا نحترم كل المشاهدين. ما ادري شو اسوي. اخر تحديثات الروبكس كيوبس، اشتريت 5x5 بس ما اعرف احله يعني، بس اشتريته حلو هسه صدق انتهى. شكرا لمشاهدتكم لهنا، شكرا. ما علمونا ما علمو انه بلاها بترجعوا، انا اشكيان مو بس ضلع اللي زنب عن هواء ومياطون.